استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبية صباح اليوم سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، والذي قدم إلى سموه الدعوة لحضور حفل زفاف نجله سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره لوزير شؤون الديوان الملكي على هذه الدعوة الكريمة، معبرا سموه عن خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لسموه وافر السعادة ودوام الأفراح.